كيف صلاة الخوف والقصر نمي؟ صلاة الخوف يقول العلماء رحمهم الله نصلي صلاة الخوف على كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون أحيانا بحسب موضع الكفار، فإذا كانوا جهة القبلة يصلي جماعة واحدة مع الإمام، وقد تتغير بعض الحركات، لكن جماعة واحدة. سبحان الله، حرب. قد يقول البعض ضرورة، عندنا عذر في ترك جماعة، نصلي جماعتين أو ثلاث جماعات أو أربع جماعات. لا، اجتماع، جماعة واحدة، رب واحد، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، شريعة واحدة، قبلة واحدة، صحيح؟ حتى في الخوف جماعة واحدة. الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، صح؟ خطأ. إيش يقول؟ إياك نعبد، يعني يا رب نجتمع على عبادتك، نجتمع ولا نفترق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه، ما يمكن نفترق أخواننا، ما يمكن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يفترق، يجتمع على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. والقصر نمي وآية القصر، ذكرنا أن الصلاة في الحضر كانت أقرت في السفر ركعتين، أي الرباعية، لا يختلط عليك الفجر والمغرب، وزيدت في الحضر. نعم.